الملعب لركلة مرمى حاجي إشكال لاعب الجزائري إلى خارج الملعب. تكل الشباب ثلاث مرات 2017-19 طف للمنتخب الجزائري. عملية التمرير محمد الآن بعيد عن مرمى المنتخب التونسي، كرة النقل عن طريق خط حاول لصالح المنتخب الجزائري. أكبر عدد من الفرق مشاركة في هذه البطولة 18 فريق، تأهلت 8 فرق لدور ربع النهائي عن طريق اللاعب ياسين بن حامد، لاعب وقلب الدفاع للمنتخب الجزائري هذا وياسين بن حامد. ياسين ينقل كرة الأمام، ياسين بن حامد يحاول يمر ميسل جعودي، ينقل الوسط ميسل، عملية التسديد من بعيد. شارك 18 منتخب، عدد كبير من المنتخبات العربية، لا وجود لضيف. 16 منتخب عربي، 16 منتخب بالإضافة للمنتخبات. لكن جعودي يحاول الضغط على لاعب المنتخب الألت ياسين بن حامد للخلف، ناقلها دفاع المنتخب الجزائر ستان بوركاني، عيد الخلف ستان بوركاني للمدافع حاج إشكال، قلب الدفاع إشكال عملي يحاول التقدم للأمام، يضطر للعودة للخلف لحاجي إشكال. الجريس صاحب 35 سنة، وطبعا يلعب كرة الأمام، المهري يحاول كرة الأمام لكن قطع ممتاز من قبل لاعبي المنتخب الجزائري، محاولة تبقى قائمة. حكم اللقاء الجزائري ينفذ، تعود لقلب الدفاع حاجي إشكال لخطأ، حكم المباراة يشير لاستمرارية اللعب. المنتخب التونسي تكافؤ، قائمة وانتي يحاول يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، هدف المنتخب الجزائري، هدف أول للمنتخب التونسي. لاحظ لإعادة وانتي وعلى رأس إشكال من خلالها هدف أول جميل للمنتخب الجزائري، محاربي الصحراء وهدف أول في مرمى. يجذو على ركبتيه ونهاية هذا العام في بطولة كأس العالم. جهة اليمين لتونس، بدأ يضغط على مرمى المنتخب، طريقة الركنية دائما الدربالي، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة ممكن يعدل المنتخب، مرتدة للاعبي المنتخب الجزائري. حامد عيده بدوره ياسين إلى ستان بوركاني، ميسل جعودي تعود لجهة اليسار صاحب هدف المباراة منتخب تونس، هو سجل هدف وأس. لا زال متبقي شوط بالطاولة على المنتخب الجزائري، أم سيعزز النتيجة المنتخب الجزائري؟ خلاص عبد الكريم نعماني يشترك الآن مع المنتخب الجزائري، ناجح عملية المرور في محاولة للتمرير لكن هجوم الآن جهة اليسار، ممكن تونس لو عدلت النتيجة أكيد راح يكون إلى عضوض من يشرك مهاجم مدرب المنتخب التونسي ناجح. مباراه ملعب الامير سلطان بن عبد العزيز في مدينه ابها، الملعب اللي يتسع ل 20,000 متفرج لكن الحضور الجماهيري. هجوم الان لتونس بحائط الصد والمنتخب التونسي البالي اللي ابعدها الى خارج الملعب، 5 داخل منطقه الجزاء، 2 امام منطقه الجزاء، الاولى كانت من اليسار والان من اليمين لكن ضاعت على المنتخب الجزائري. محاولات المنتخب التونسي، كره لا زالت والمحاول المهري، مالك المهري لاعب المنتخب التونسي وكابتن المنتخب التونسي، لتعجب باكثر من لاعب المنتخب الجزائري، يدافع باكثر من لاعب وهو ناجح التومي، هو حاول ان ينجح مع فريق لكن الجزائر قال كلمته في الشوط الاول، وبعد ذلك قطع ممتاز عن طريق الدفاعات للمنتخب التونسي، وفي محاولة الهجوم المرتد مع مطالبة وجود خطأ، حكم المباراة يطلب الاستمرار، تبقى الجزائر إلى النصف النهائي الجزيري لتصبح خارج الملعب طبعا هذا مولود في فرنسا يلعب قال عملية تغيير للجهة هذا هو ميسل جعودي في بطولة كأس العرب للشباب النسخة الثامنة، وهذه المنتخب الجزائري. كرة النقل للأمام، محاولة مستمرة المنتخب التونسي بالجزائر. رويال أنترويب البلجيكي مدافع المنتخب الجزائري مولود في فرنسا، طبعا راح تكون هناك أوقات إضافية إذا ما تقبل 2020 أيضا طاجكستان وأوزبكستان الفرق اللي تواجدت في هذه البطولة، البطولة الماضية دولة العراق. اليوم مواجهة جديدة ما بين تونس والجزائر،
بانتظار الجزائر أو تونس ممكن في مباراة نصف النهائي. كرة النقل الوسط لمنتخب التونسي، تكافؤ في الأداء ما بين تونس والجزائر حتى الآن، ومحاولة جانجون الفرنسي. كرة النقل إلى توانتي من جديد، كابتن الجزائر يحاول يحكس كرة داخل منطقة جزاء المنتخب التونسي. سامي هلول المصري يبعد لاعبي المنتخب التونسي، المحاولة قائمة، توانتي يحاول يحكس كرة داخل منطقة الجزاء، مرمى رائد قزح حارس المرمى للمنتخب التونسي. لاحظ الإعادة، توانتي وعلى رأي الجزائري ويطالبهم بالتقدم للأمام. كرة تعود للوسط، أيضا رائد الجزيري اللي اشترك بديل لرائد أبو شنيبة، مالك اللعب رائد أبو شنيبة اللي اشترك قبل لحظات أول لمسة لرائد. كرة عادت عن طريق لاعب الوسط لمنطقة الجزاء للمنتخب الجزائري، وتوانتي يحصل على هذه الكرة، لاعب لمدافعي المنتخب التونسي. على حارس المرمى كان مسك محكم، ممكن مع التغييرات اللي أجراها محمد الضاوي بديل لبراكيري يحاول يمر الجزيري، رائد الجزيري يحاول يحكس كرة قريب منه توانت. ممكن الآن المنتخب التونسي، لكن الاعتماد على الفردية من لاعبي المنتخب التونسي، تفقد الفرصة والوقت لتسجيل هدف ثاني، وبالتالي إذا ما سجل هدف ثاني خلاص أعتقد الجزائر. مع الصفاقسي، مع الترجي، مع الأفريقي، طريق الجزيري يحاول يمر، أو هذا البديل 14 لاعب صالح برهومي من أجل أن يعدل النتيجة. برهومي يحاول يمر لكن حلوة لتوان. لاعب النجم الساحلي صالح البرهومي قرب الجزائر لقطع تذكرة الوصول إلى دور نصف النهائي. مدرب منتخب تونس ناجح التومي، لكن الجزائر قال كلمته في الشوط الأول ولا زال يحافظ في الشوط الثاني على للوصول إلى دور نصف النهائي. خلاص يكتمل.